اليوم كنتكلموا على واحد الموضوع اللي خدا بلاصتو في المواقع الاجتماعيه بزاف، هو داك البق الفراش او البق او سيمكس ليكتولاريوس، هذا هو لو نون سيانتيفيك ديالو. هاد الحشره الضاره، ماشي ضاره، حشره نافعه بيان سور، راه انتشرت في اوروبا، ولكن ماشي غير في اوروبا، وداكشي راه معروف منذ 2015 بان راه ولات واحد لافازيون كبيره في نوطامون في لي زيتابليسمون توريستيك، في القطاع ديال الفنادق مثلا اللوجيستيكي، حتى هو راه كاين هاد الحشره كتنتشر. هاد الحشره اش كدير؟ هي كتخبى بالنهار وكتمس الدم بالليل، ولي كيكون في بلاصه واحد بلاصه مظلمه والانسان كيرتاح وكيطلق شويه مع التنفس ديالو داك السي او 2، كتجي كتخرب ليه وكتمس الدم ديالو. الحاجه اللي خصنا نعرفوا باش الناس يتكرموا ماشي شويه وما نتخلعوش، هاد الحشره ما كتنقش الامراض، ما دخلاش في هذيك لا كاتيجوري ديال النواقل الامراض بحال البعوض مثلا، بحال البرغوث اللي كيهو كينقل الامراض. هاد الحشره ما كتنقش الامراض والحمد لله، لكن كتخلق واحد الحساسيه ونوطامون هذاك لي بوطون، هذاك لي بوطون على الجسم، والناس كيبداو يتحكوا، وكان واحد الاثر كبير ايغالمون، الناس كيبداو يكون عندهم الوسواس، كيشوفوا اي حشره كيسحبوا من هذاك الباب كيتحكوا، تيمون كاين واحد الاثر كبير او نيفو بسيكولوجيك. دونك بالنسبه للتدابير الوقائيه، راه الحمد لله السلطات العموميه وخصوصا وزاره الصحه راه خدات بيان اونتوندو توت ان تا دو بروسيدور. اول حاجه اللي دارت اللي هي مهمه سي او نيفو دي بوان دونتخي في المملكه، كنهضروا على الميناء وكنهضروا ايغالمون على لي زايروبور في المغرب، سي ان بلان دو فيجيلونس، ان بلان دو فيجيلونس اكرو، سي كوا دو فيريفيي واش هاد السفينه، واش هاد التران، واش هاد الطياره اللي جات اللي دخلات ملي غاتدار لو ستاسيونمون ديالها، واش فيها هذاك المشكل ديال البق، ولا اكتشفوا ولا الناس كيتحكوا ولا ان ريسك. ديك الساعه كيديروا واحد البحث من التدابير الوقائيه، لا بروميير شوز سي شوف، خصنا نشوفها، سواء نشوفها هي كتسالا صغار، سواء نشوفها شنو البزاق ديالها، كيكونوا مجموعين في لي كوان، كيكونوا مجموعين نوطامون في المضربه، كيكونوا مجموعين في لي زاكودوار مثلا اللي كنهضروا على الطياره والسفينه، كيكونوا مجموعين في لي دوغتوار في هذاك الناموسيه، وكتخبى باش وكتكون فريمون في اقرب بلاصه هذاك الناس، الانسان اللي كيجي، البشر اللي كيجي كيتكى وكينعس، باش سهله عليا القضيه باش تمس الدم غابيدمون بالليل وتجي تخبى. دونك بالنسبه للتدابير الوقائيه كاين شي حاجه اللي ما خصهاش دار، سي انا نرشوا المبيدات وما كاين حتى حاجه، هذيك ما خصهاش دار، وخصوصا في المضربه كنوصيو الناس ما ترشوش اي مبيد على المضربه. المهنيين في المجال اللي هما منخرطين في الجمعيه ديالنا اي ام 3 دي كيعرفوا يستعملوا وعندهم الكفاءات، وحتى المكاتب الحفظ الصحه حتى المندوبيه ديال الصحه الحمد لله عارفين يتعاملوا، عارفين عندهم ان بروتوكول وسينين ديجا كيعرفوا، باسكو عندنا هذه الحشره في المغرب سي نورمال كاينه في جميع البلدان في العالم عندنا، ولكن ماشي حتى الدرجه نتخلعوا ونقولوا راه كاين ان سيستيم انفازيف، الا لا بلوبار دو طون ما كايناش، ومن كنلقاوها كنديروا واحد البروتوكول، كنديروا واحد الاداره كنسموها اداره متكامله للافات، زعما ما كنجوش غير بمبيد واحد، كنجيبوا مبيد، كنجيبوا كنختلفوا ايغالمون المبيد المواد الكيماويه حيت هي ديفلوبي تطورات في واحد المناعه بيولوجيه، وكنديروا ايغالمون كنستعملوا بخار، ما كنستعملوش مبيد، كنستعملوا البخار ديريكتومون على مضربه باش ملي كيجي شي واحد كيتكى ولا كيجلس على الفوتوي ما يضرش. بالنسبه للتدابير الوقائيه الغرض هو نديروا شي حاجه بريفونتيف، يعني الوقايه نديروا نرشوا شي حاجه باش ما تدخلش عندنا البق، ولا الحاجه اللي هي خايبه عاوتاني اللي خصنا نعرفوا سي هذاك لي تريتمون تقليدي بلدي، هذاك خطير حيت كيطلق دوك شوز، كنخلقوا دوتر زيليمون، كنخلقوا بعض المرات دي غاز دو لوكسيد سلفوري، وهذا كيخطر واحد الشكل مشكل كبير عاوتاني على صحه المواطن. دونك كنوصل المواطن انا اي حاجه، اول حاجه خصو يعرف شنو هو البق الفراش، ما نغلطوش ما نشوفوش واحد البرغوث ولا النمل ولا شي حاجه نقول هذاك الباق الفراش. الباق الفراش راه معروف، كاين في الموقع الالكتروني ديالنا كاين المعلومات على هذه الحشره. حاجه ثانيه نعرفوا لي زيليمون اللي كيعطونا لا غارونتي بانها هي هذاك باق الفراش، يعني كيفاش تخبى، البيض ديالها كي دايره، البزاق ديالها كي دايره، لي بوطون كيفاش كيكونوا، حيت البعوض راه كيمس الدم كيخلي واحد لا مارك اللي ماشي بحال باق الفراش، باق الفراش كيخلي واحد لي بوطون اللي هما مستفين، وهو كيمس الدم ممكن في جميع الجسم، لا البارتي الفوقانيه ولا التحتانيه، الوغ البرغوت هو التحت، كنهضروا الشوفيه والفوق والفخاد. ماكسيموم. دونك مي ما نرشوش المبيد بطريقه عشوائيه، ما نمشوش عند دروغري ونقولوا عار لي واحد البرودوي اللي غنرش باش ندير واحد الوقايه على هذه الحشره، كنمشوا غالطين، وسورتو كان واحد الاثر كبير على صحه المواطن.